اليوم جيت لكم في هذه الحلقه كيفاش نديروا اعاده تدوير الملابس. اليوم غادي نبداو بقميص. اي قميص عندكم ما بقيتوش محتاجينه يقدر تستغلوا في حاجه مزيانه وما ترميوش. هذا القميص خاص تكون فيه واحد النسبه ديال الالاستيك، يعني يكون يتجبد شويه باش نديروا منه بوني الشعر، نديرو بينو بونو للبنات ديالنا الصغار، ولا نديرو بونيه بالنسبه للسيدات اللي كيديروا الحجاب. غادي نجيو نطراسيو على حساب العرض ديالو باش نستغل انا كاع العرض اللي فيه. غنطراسي انطلاقا من هذيك النقطه وندوز نقطع بالمقص. من بعد غادي نطويه على جوج وندوز واحد الخياطه على الجناب كاملين. غادي نقلبو اولا وعاد باش نخيطوه بالمقلوب. الجهه اللي تجي على برا هي اللي نديروها لداخل وندوزو الخياطه. هنا من بعد ما كملنا الخياطه غادي ندوزو نقطعو من المنتصف ونقلبو الجهه لداخل، نقلبو كل شيء لداخل. من بعد غادي ندوزو نعبرو الدوران ديال الراس بالمتر ونشوفو شحال عندنا. ندورو المتر كامل على الراس ونشوفو شحال عندنا. القيمه اللي لقينا نحطوها ونقطعو بالمقص. خلينا نزيدو غير واحد شويه قيم خياطه، ما كاينلاش نزيدو بزاف حيت كيتجبد. ونديرو هذيك القنط ديال الخياطه مع القنط الاخرى وندوزو بخياطه. هنا من بعد ما خيطنا غادي نخلي واحد مسافه قليله باش نحاول نقلبو كلشي البر على برا، ونخلي واحد شويه من نخيطو غير خياطه باليد. غادي نخليو هذاك مسافه قصيره غندوزوها باليد بالبرا والخيط. من بعد ما غنسالي الخياطه باليد نكونوا سالينا البوني ديالنا. نتمنى يكون عجبكم وساهل في الخياطه، وبالتالي ما نضيعوش
الملابس اللي عندنا نقدر نستغلوهم في حوايج اخرى. ما تنسوش ديروا لايك وتابونوا في لاشين ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.